يبقى دليل على انه بياكد ايه بياكد الحب. نعم ما هو الحب؟ الحب نعم الحب هو توجه القلب الى المحبوب. الله توجه يربط نفعه بنفعك ومضرتك بمضرته. هذه معنى الحب. نعم. لكنه له مرحلين. نعم. حب عقل وحب عاطفة. حب العقل هو ما يرجح العقل نفعه. نعم. كما يحب المريض الدواء المر. أنا لا أحب الدواء المر بعقلي. بعاطفتي. نعم. أنا نكرهه. نعم. إنما بحبه بعقلي لأنه سبب العافية. هذا نعم. اسمه حب إيه؟ اسمه حب عقلي. الله. ولكن حب العاطفة ملوش دليل عقلي. أنا بحب ابني حتى وإن كان غبي. نعم. وأحب ابني نعم. عدوي وإن كان ذكي. الله. الله يبقى ده في حب العقل وده حب الإيه؟ لما رسول الله قال لسيدنا عمر لا يكمل إيمان أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه صلى الله عليه وسلم. عمر رجل صادق مع نفسه. نعم. قال له يا رسول الله أنا أحبك عن مالي وولدي أما عن نفسي فلا. شوف الصدق. الله الله. يقول رسول الله يكررها لا. نعم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. يا رسول الله أنا بحبك. يكررها ثالثا. فلما كررها رسول الله ثلاثا علم أن هذا كلام عزيمة. الله. ما فيش فيه يعني. نعم. وهو قال برضه صراحة حق. وإلا كان يقدر يقول له إيه يا رسول الله؟ لا. جاب الواقع اللي في عاطفته. نعم. إيه اللي خلى عمر يقول له الآن أحبك يا رسول الله؟ لأن لما أكد إن أنا أحبه كأنه لا يعني حب العاطفة. لأن حب العاطفة لا يقنن له. الله. أكنه أراد الحب العقلي. أنا لما أقول أنا في جاهليتي لولا رسول الله كنت أبقى في داهية. فأنا بحبه بعقلي. نعم. قد يتسامى هذا الحب العقلي لأنك تحبه بعاطفتك. إذن ففي حبين اثنين حب عقلي وحب إيه؟ عاطفي. وحب عاطفي. نعم. العقل والعاطفة دي أعمال الحوادث. نعم. لكن لما 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 يقسم مثلا أنني أحبك اللي يقدر على الكلمة دي يبقى لا عقل ولا عواطف ده الذات بقى ده شغل الايه؟ الذات. طب ونحبه ليه؟ لانك جئت على مرادي فيما اخترت فيه. انا خالقك مختار تؤمن او تكفر انت حر تطيع او تعصي انت حر. نعم. ولكنك فضلت ما لك من حريه الاختيار على مرادي من العباده. الله. يبقى احبك ولا ما احبكش؟ الله. نعم. وانت قادر على ان تعصيني. نعم. انما حبتني. الله. يبقى احبك. نعم. ارحنا بها يا بلال.